طيب عودا بقى لأبناء ولكن. الحياة زي ما قلت لكم على نوعية الأبناء ومدى التزامهم، والغريب جدا الإشاعات اللي بتحصل ويتبني عليها آراء وانطباعات وحلقات وبرامج، زي بالظبط واحد زي حسام غالي. حسام غالي في علاقته بالنادي الأهلي فجأة يكون مسار جدل كبير الفترة اللي فاتت عن علاقته بمجلس الإدارة وبالكابتن محمود الخطيب، فيطلع كابتن حسام غالي يتكلم زي اتقال عليه ان هو اللي مشى موسيماني وهو اللي مشى كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ. نشوف الكابتن حسام غالي. حسام، فتره حسام غالي كعضو مجلس اداره، عضو في لجنه التخطيط، الفتره دي واحده من الفترات الحساسه جدا اللي بيطلع فيها كلام كتير. لو انا قاعد دلوقتي مكاني واحد من جمهور الاهلي هتلاقيه بيقول، او هتلاقي بعض منهم بيقول عشان الواحد يكون دقيق يعني، ان حسام غالي هو السبب في رحيل موسيماني، حسام غالي هو السبب في رحيل سيد عبد الحفيظ، حسام غالي هو الآمر الناهي في لجنة التخطيط وفي ملف الكرة داخل النادي الأهلي. ردك إيه بقى على الأسئلة دي؟ هقول له إن الكلام ده مش صحيح، يعني اللي هو أو هو مش فاهم طبيعة الشغل جوه النادي الأهلي عاملة إزاي، أو دولاب العمل ماشي إزاي. يعني مفيش قرار فردي جوه النادي الأهلي، عشان كده في لجنة تخطيط يرأسها الكابتن محمود الخطيب بعضوية الكابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، وأنا عضو فيها. القرارات كلها بتتاخد قرارات جماعية، ما فيش حد بياخد قرار فردي. وما ينفعش مثلا حد يقول إن أنا اللي ماشي فلان أو فلان وأطلع أنا أقول لأ يا جماعة مش أنا، أو أقول يا جماعة لأ ده هو. الدنيا ما بتمشيش كده في النادي الاهلي. النادي الاهلي مؤسسه كبيره طول عمرها ليها الدستور بتاعها، يعني تربينا كده في النادي الاهلي ان القرار بيطلع قرار جماعي والناس كلها بتدافع عنه. فده اللي بيحصل. لكن شخص واحد يبقى مسؤوليه كامله عن حاجه جوه النادي الاهلي، ده مش موجود. لو في نجاح يبقى هو نجاح مشترك من اول كابتن الخطيب لغايه اصغر واحد في النادي، لو في فشل هو فشل مشترك بيننا كلنا يعني. فالامور دي مش صحيحه يعني. موسيماني وسيد عبد الحفيظ اللي هو يتنسب لشخص، انا ما عنديش مانع انا اتحمل مسؤوليه اي حاجه، خلي بالك ان انا اتحمل مسؤوليه هزيمه، مكسب، نجاح، اخفاق، انا ما عنديش مانع خالص. لكن الامور ما بتمشيش كده جوه النادي، ما فيش شخص متحكم يعني. هل انت كنت مع رحيل الاسمين موسيماني وسيد عبد الحفيظ، وبتشوف ايه السبب اللي خلى الكلام ده يطلع ويزيد ان حسام غالي هو كان السبب ورا الكلام ده، او ورا رحيل الاسمين دول بالتحديد يعني؟ لا انا ما اقدرش اقول لك انا مع او ضد رحيل. الناس عملوا تاريخ جوه النادي كبير، سواء موسيماني او كابتن سيد عبد الحفيظ، أدوا دورهم بشكل كبير ورحلوا زي ما أي حد رحل قبل كده، عمل كارير في النادي وعمل نجاحات ورحل. فهي دي الدنيا، دي طبيعة الحياة يعني. ما فيش حد بيبقى موجود في مكان طول العمر يعني. هي دي سنة الحياة يعني. سيد عبد الحفيظ وحسام غالي، علاقتكم مع بعض دلوقتي علاقة طيبة ولا علاقة متوترة؟ يعني طول عمرها علاقة طيبة، عمرها ما توترت يعني. كابتن سيد عبد الحفيظ لعب معايا، كنت زميل يعني في الملعب، لعبنا مع بعض كتير. ما كنتش بقول له كابتن سيد، بقول له باسمه عادي. أول ما تولى منصب مدير كورة كابتن سيد بقى كابتن سيد، وعلاقتي بيه كويسة ما فيش اي حاجه. على تواصل انت وهو لغايه دلوقتي ولا الكلام اللي اتقال ده وتر العلاقه ما بينكم؟ يعني لا مش هيوتر العلاقه ولا حاجه، هنقابل بعض، هنسلم على بعض، هيبقى نتواصل. وكابتن سيد موجود مش موجود النهارده، كابتن سيد رحل وجه ورحل وجه، ومعرض يرجع في اي وقت يعني بيته. اللي يعني وده اللي احنا بنقوله، لا يستطيع احد ان يخرق نظام الاهلي مهما كان اسمه. الحرص، انت فاكر لما جه كابتن حسن يتكلم على ازمه اللعيبه و17 لاعب في سنه 85،
قال لك انا كنت مشرف على الكوره، عضو مجلس اداره مشرف على الكوره، لكن لما حبيت اخد القرار قلت لهم لازم تدوني صلاحيات مدير كوره. لان بتديني الحق ان انا المشرف أتدخل. يعني شوف الدقه. المشرف ملوش صلاحيات الا بالعوده للمجلس. هو بيتابع للمجلس. لكن عايزيني اخد قرارات كره تنفيذي واحقق تنفيذي فيبقى له صلاحيات. ادوني الصلاحيات عشان اعرف اخد قرارات. النهارده الكابتن حسام ما كان يقدر، وانت هو لما قالش الكلمتين دول وخد ادوني مش ادوني كانت هتعدي زي ما بتعدي في اي نادي يعني، ما حد هيفتش وراه ولا اقول له انت ازاي خدت القرار. لكن الدقه فيه انك لا تخرق النظام. كابتن حسام قال لهم يا جماعه في ايه، احنا نادي مؤسسي بيعمل كده. ممكن اقول رايي جوه زي ما انا عايز، بس لو المجموعه مش موافقه عليه مش هيمشي الراي ده. فهو وقبل كده اما حبوا يربطوا انه عشان مش عارف ان في زعل بينه وبين الكابتن الخطيب، راح قال لهم انا كنت مسافر عشان ابني بدخله مدارس بره وبعمله وبسويه، وانتوا خلي بالكم الكابتن الخطيب رئاسة بعثة ايه؟ ده الكابتن الخطيب لما سابني اسلم الجايزة تحت كلمني ليلتها وقال لي لو كسبنا انت اللي هتسلم الجوائز، لو خسرنا انا هنزل انا اسلم الجوائز. عشان اعفيك من اللقطة، عشان اعفيك من الضغط اللي ممكن تتلقيه. يعني شوف الراجل بيعرض ان هو يتحمل هو عن مجلسه هذه الامور. فهيبقى في خلاف ازاي يعني؟ الناس لا تعي هذه الثقافة، ثقافة إدارة النادي الأهلي والعلاقة بين مسؤوليه والتزامنا جميعا صغيرا وكبيرا كل واحد في إطاره وفي حجمه وفي حدود مسؤولياته بنظام النادي الأهلي، ولا يستطيع أحد أن يخرق هذا. ده كلام مهم جدا لوضع النقاط على الحروف. نطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم.